تعالوا بقى دلوقتي نروح لمباراتين في نصف نهائي كأس مصر. المباراة الأولى هتجمع بين الإسماعيلي وزاد وهتكون الساعة 6 مساء على استاد الإسماعيلية، أما الساعة 9 مساء عندنا مباراة في منتهى القوة اللي هتجمع بين المصري وبيراميدز على استاد الجيش ببرج العرب. لو رحنا اتكلمنا بقى بشكل اكبر عن مباراتين النهارده في نصف نهائي الكاس، والبدايه طبعا هتكون مع مباراه الساعه 6 اللي هيستضيف فيها نادي الاسماعيلي نادي زاد، والمباراه زي ما قلت لحضراتكم ان هي هتكون على استاد الاسماعيليه. ابتدى فريق الاسماعيلي مشواره في كاس مصر بالفوز على فريق القناه في دور ال 32 بنتيجه 2-1، وبعدها الفوز على سموحه في دور ال 16 بنتيجه 2-0، واخيرا بالفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجه 9-10 بركلات الترجيح، وده طبعا بعد ما انتهى الوقت الاضافي للمباراه بالتعادل بهدف. في المقابل بقى لو رحنا اتكلمنا عن فريق زاد، فابتدى فريق زاد بطوله كاس مصر بالفوز على الداخليه في الدور ال 32 بنتيجه 2-1، بعدها فاز على سيراميكا في دور ال 16 بنتيجه 3-0، واخيرا الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجه 1-0. بيسعى اكيد كابتن ايهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي لقياده الدراويش للفوز الاول على زاد هذا الموسم بعد طبعا الخساره ذهابا وايابا في الدوري، وطلب من اللاعبين بضروره كده بذل اقصى جهد من اجل اسعاد الجماهير اللي هتساند الفريق في المدرجات. حذر كمان كابتن ايهاب جلال خطوره طبعا من خطوره مهاجمي زاد سواء بقى مصطفى زيكو او شادي حسين وعبد الرحمن البنوبي. في المقابل بقى لو رحنا اتكلمنا على كابتن مجدي عبد العاطي، حرص كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زاد على الدخول في معسكر في الاسماعيليه من يوم الاحد لفرض بقى المزيد كده من التركيز على اللاعبين، وده اكيد من اجل مواصله مشواره الرائع مع الفريق اللي صعد لاول مره للدوري الموسم الماضي وانهى المسابقه في المركز السابع، وقدر ان هو يوصل للنصف النهائي وبيامل اكيد في العبور للنهائي لاول مره في تاريخهم.